خمسة في خمسة، يعني 5 فوائد في 5 دقايق. إن شاء الله كل حلقة هنجيب كتاب ونطلع منه 5 فوائد، وبعد الكتاب ناخد كتاب تاني وكتاب تالت وكتاب رابع، وممكن نرجع تاني للكتاب الأول وناخد برضه 5 فوائد تانيين. الكتاب اللي معانا النهاردة إن شاء الله كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهناخد منه 5 فوائد. ما تعاديش حد، وما تخسرش حد، وما تحتقرش حد، لأن اللي أنت مش محتاج له النهاردة بكرة هتحتاج له، وأنت عارف المثل اللي ما تحتاجش لوشه النهاردة بكرة تحتاج لوشه. قال ابن الجوزي رحمه الله: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. أفضل شيء يستزيد به الإنسان هو العلم، لكن مشكلة كثير من الناس أنه بيستبد برأيه، وده ناتج عن قصور في فهمه وظنه أنه هو حصل كل العلم أو علمه كافي، وده بينتج عنه مشكلة عدم الاستماع للآخرين والاستبداد بالرأي. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة. كل ذنب له عقوبة، قال الله تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فإياك أن تغتر بالسلامة بعد الذنب فإن العقوبة تتأخر. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب فإن العقوبة تتأخر. الفائدة الرابعة: الإنسان بطبعه محب للمال، لكن خلي المال وسيلة وليس غاية، لأن كل إنسان جعل المال غاية صار إنسانا بخيلا، حرم نفسه من الملذات وحرم أهله من الملذات ومن الخيرات بسبب أن كل همه جمع المال. قال ابن الجوزي رحمه الله: لا ينكر أن الطباع تحب المال لأنه سبب بقاء الأبدان، لكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد، فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب ويمنعها اللذات، وتصير لذاته في جمع المال. الفائدة الخامسة: لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يغير أحوالك لابد أن تغير أعمالك، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. خمسة في خمسة، 25. ما تعاديش حد وما تخسرش حد. الفايدة بس يا ابني، الفايدة الأولى: إياك إنك تعادي حد. لا، إياك إياك دي. الفايدة الأولى: ما تعاديش حد وما تخسرش حد وما تحتقرش حد، لأن اللي أنت مش اللي أنت محتاج له لكن أكبر من ظن إن علمه ده كافي فبيضطر له تاني. هي مش كده، خلاص بقى غش اللي بعدها. اللي بعدها الفايدة الرابعة، خلاص خلاص أنا بقى أتكلم من دماغي، فك الورق بتاعك ده بقى، فكك منه الكلام ده، خلاص سيبك من الكلام ده. الواحد لما كان بيتكلم من دماغه كده كان بيتألق.
5 قوائم.